امشير بقى ايوه 8 2 ل 10 او 9 3 في التوقيت ده. امشير معروف عنه ان هو امشير ابو الزعابيب، ياخد الهدوم ويطير. الرياح تبقى شديده في امشير، فيقول لك ده ريح امشير، ما معروفه يعني، يقول لك ان هو التراب بالظبط كده. فبيقول لك امشير ابو الزعابيب، زعبيب او زعبير، في ناس بتقول كده او كده. أيوة. اللي هي الرياح يعني والاتربه، وبياخد الهدوم ويطير. امشير يا زارع لا تطمع في الفلاح، الزراعه بتحتاج لمجهود وعمل كتير. امشير يزرع ولا يجيب، امشير لا تامن على الشجر، الشجر في امشير من كتر الرياح الورق والثمار تبدا تتساقط. بيقولوا يفصص الجسم من سير نسير. امشير بس ما عدتش عليا، بس صح انا سمعته قبل كده صح. هبه قعده المصاطب بتجيب شغل حلو، ماليش دعوه. لا لا يعني هي بتحفظ. لا لا معلش، هو شاطره في الامثال على فكره. انا فعلا انا قعده المصاطب دي مش قعده اهالينا في الصعيد طبعا، فيها قعده الحكمه كلها ودي الاصل. وماله يا عم، ايه بتورطني يعني؟ معلش ايوه بورطك. شفت بقى؟ بصوا شهر بقى برمهوت، الامانه وانا بحضره حاسس ان هو شهر جميل بالنسبه للفلاح. اللي هو ايه معلش؟ برمهوت. برمهوت برمهوت من 10 مارس او 11 مارس ل 8 4. برمهوت بيقولوا كده روح الغيط وهات. فتش في الغيط وهات من كل الخيرات. برمهوت روح الغيط وهات امحات عدسات بصلات. الله. هو اولا برمهوت روح الغيط وهات، هو عاوز يقول لي ان ده وقت جني محاصيل ففي خير طبعا. فروح الغيط وهات منه المحاصيل. بس هقول لك كلهم الامثال اللي قلتيها على برمهوت كلها فيها خير بالظبط. ما هو ما انا كنت لسه بقول لكم، انا حسيت وانا بحد ان هو شهر خير للفلاح. لا جداً. كمان هو وقت خير، يمكن انت حتى قلت لنا الكلام ده قبل كده، لان هو الفلاح كان مرتبط الحصاد بتاعه بالافراح بتاعته، يعني كان بيجوز ولاده يقول لك بعد ما بيع المحصول ايام اعياد بالنسبه له. هي بالنسبه له ده وقت فرح، اللي هو وقت المحصول ده في محصول، اذا في شبكه ممكن تتجاب، في عريس ممكن فلوس، يتجوز، في دخل بالظبط. هو كمان بيقول لما بيقول له روح الغيط وهات، ده دليل على النشاط، يعني هو موسم او شهر نشاط عند الفلاح. بيشتغل فيه كتير. عاوز يقول كمان ان زي ما قلت لكم بيجيب الخير وبيخزنه علشان يستخدمه في الاوقات اللي ما يبقاش فيها محاصيل او فيها وفره في الـ في الـ في, الـ في الانتاج الزراعي. برمهات يحمل الزرع لفرحتنا، كلها بتدل على الازدهار والخير اللي موجود نتيجه الزراعه. في انتعاشه بقى في الحاجه بالظبط. فانا بسميه شهر جميل عند الفلاح او شهر الخير. بعد برمهات كده الشهر الكام الثامن برموده. برموده دق العموده. بصوا في سجع كده، عارفين انتوا عندي في اللي هي رايمنج ووردز، برموده دق العموده. دق العموده اللي هو سنابل القمح، عاوز يقول لي ان انت تشتغل في الشهر ده عشان تلحق تحصد بعد كده، ففي بردك حس على العمل والنشاط. ده من 9 4 ل 8 5، وده معتدل في الحراره فبيساعد على نمو النباتات. وبيطلع فيه الفول والطماطم والبذور. بعد كده بشنس. احنا ماشيين صح؟ بشنس. بشنس من 9 5 ل 7 6، الجو اكتر حراره، بيبدا الصيف بيبدا يظهر. شهر يعني اواخر 5 بقى بدايه 6 احنا عارفين بيبقى حتى ان احنا صيفنا في الهدوم. بشنس يكنس الارض كنس. ايوه ده انا عارفاه ده. بشنس يكنس الارض كنس، يعني الارض بتبقى محتاجه ان هي تتشال منها الاتربه ومتشال منها ان هي تنظف بقى، تنظف علشان استعداد او للشهر الجاي عشان نبدا نزرع من اول وجديد. فبشنس يكنس الارض كنس. في بشنس خلي بالك من الشمس عشان الحر بالظبط. بقونا من 8 6 ل 7 6 ل 7 7، والطقس طبعا حار في شهر 7 احنا عارفين كده. وبيقول دايما بقونا تكسر فيه الحراره الملعونه، جو حر. ده اللي هو شهر كام؟ بقونا من 8 6 ل 7 7. ايوه الجو حر جدا طبعا. شهر 7 ده صعب. بقونا تكتر فيه الحراره الملعونه. بقونا ينشف الميه من المعونه. المعونه ده اللي هو زي الجار او اللي الميه تتبخر من الاناء، تنشف من الحر. بقونا يفلق الحجر، يعني من كتر شده الحراره ممكن تاثر على الصخور والحجر. بقونا ده بقى عجبني قوي، نقل وتخزين المقونه. هو عاوز يقول لي مبدا كده الست البيت اللي بتخزن الاكل علشان المواسم اللي مش بتبقى موجود فيها الاكل، او زي ما احنا بنحط دلوقتي في الديفريزر او كده، فهو بيقول نقل وتخزين المقونه. المقونه اللي هو الاكل او الطعام، فبيقول لي ان انا في بقونه ده ببدا انقل، بحطها في اوعيه بخزن عشان الاوقات اللي مش موجود عندي المحاصيل.